بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم اللقاء يعني الحي السابع بتاريخ 2 رجب 1440، السبت 9 مارس 2019. رحب بالمنضمين لهذا اللقاء الحي. في البداية، هل الصوت واضح؟ نتأكد من وصول الصوت بطريقة واضحة إن شاء الله. هل الصوت واضح؟ ممتاز. نحن يعني في المرة الماضية بقي لنا بعض الأشياء في العرض المرئي الثالث عشر، فنخلص الآن وصلنا في الأخير إلى تعاقدات إعادة الشراء. تعاقدات إعادة الشراء، ماذا يقصد بتعاقدات إعادة الشراء؟ يعني في إطار حرص الحكومة على توفير السيولة داخل السوق النقدي، فتتعهد الحكومة عندما تقوم هي نفسها بإصدار أوراق مالية، وخاصة عندما تقوم بإصدار أذنات خزينة، في حالة أنه يعني الجهة التي اشترت أذنات الخزينة وبعد ذلك احتاجت إلى السيولة، فتتعهد يعني مؤسسة النقد بإعادة شراء هذه الأوراق المالية، وهذا ما يسمى بتعاقدات إعادة الشراء. فدائما وابدا يعني هذه التعاقدات لا تهم، يعني تهم خلينا نقول يعني اكثر الاشياء هي تهم اذنات الخزينه. بالطبع يعني هي تكون قصيره الاجل. بعد ذلك ننتقل الى الاوراق يعني التجاريه. ديروا بالكم، اول يعني اكثر شيء يميز الاوراق التجاريه، اول شيء هي اداه دين قصيره الاجل. بالطبع تمثل الالتزام بالدفع من قبل الجهه المصدره لها، يعني من يقوم بإصدارها؟ هل هم الشركات أو مؤسسة النقد؟ يلا أريد إجابة سريعة. من يقوم بإصدار الأوراق التجارية؟ هل مؤسسة النقد أو الشركات؟ يعني بالطبع فيري جود، هي الشركات التي تقوم بإصدار هذه الأوراق التجارية. النقطة الثانية، يعني فدير بالكم يعني الشركة هي التي تقوم بإصدارها وليست يعني مؤسسة النقد. ثاني شيء يعني انتبهوا من تاريخ الاستحقاق، فتواريخ الاستحقاق يعني تكون دائما وابدا بين 4 و6 اشهر. يعني دير بالها لا نذكر تواريخ اخرى على اساس انها يعني اقل من 3 اشهر او اكثر من 6 اشهر او يعني قرابه السنه، فدائما وابدا جرت العاده ان تكون من بين 6 الى يعني من بين 4 الى 6 اشهر. وهل يصدرها يعني كل الشركات؟ هل تسمح لجميع الشركات ان تصدر بالاوراق التجاريه؟ نعم ام خطا؟ هل يسمح لجميع الشركات ان تقوم باصدار اوراق تجاريه؟ فبالطبع لا، هو فقط يعني حتى الشركات المتوسطه لا تستطيع، وانما فقط الشركات الكبرى، وهذه الشركات الكبرى يعني من المفترض انها تحظى بسمعه يعني عاليه جدا في على السوق الماليه. يعني ايش؟ انها لم تسبق لهذه الشركه انها واجهت مشاكل مثلا بتاعت افلاس او بتاعت عجز او انخفاض في الايرادات تبعها، فلا دائما وابدا يعني هذا يعني ميزه، وهذه الميزه لن نعطيها الا للمتميز، يعني للشركات التي تحظى بسمعه عاليه جدا. طريقه البيع تبعها، اما يعني ان تتولى الشركه يعني بيع الاوراق التجاريه هذه بنفسها، او تقوم عن طريق وسيط. جرت العادة أن تقوم الشركات ب يعني إصدار أوراق تجارية أو ببيع الأوراق التجارية بالاعتماد على وسيط، مثلا يعني بنك، خلينا نقول يعني لما نقول مثلا يعني سابق، تعتزم سابق بيع مثلا أوراق تجارية. نحن نعرف وندرك تماما أن سابق ليست متواجدة في جميع مناطق المملكة، وإنما يعني هي لها يعني خلينا نقول يعني حضور او تمثيليات في بعض مناطق المملكه. فعندما تريد ان تبيع اوراق تجاريه، فالاغلب على الظن انها تتجه الى يعني شركه وسط كبرى مثل اهلي كابيتال، والا يعني الاهلي الماليه او صندوق الماليه او الرشح الماليه. فهذه يعني البنوك التي ذكرتها او يعني شركات الوساطه التي ذكرتها يعني لها تمثيليات كبيره جدا يعني او فروع في كامل المملكه، ويسهل بذلك عمليه تسويق الاوراق التجاريه. بعد ذلك ننتقل الى شهادات الايداع. شهادات الايداع يعني لما احد الاشخاص، ديروا بالكم الان معي،
لما احد الاشخاص يمتلك مبلغ مليون ريال، المليون ريال قام باعدائه في البنك، يعني وضعه في حساب جاري، ومثلا مر عليه اسبوع وهذا الشخص لم يسحب هذا المبلغ ولم يتصل على البنك. يعني في بعض الاحيان حصل انه البنك نفسه هو الذي يتواصل مع يعني العميل ويقول له شفت انت اودعت مبلغ قدر مليون ريال، هل هذا المبلغ يعني سوف تسحبه قريبا او يعني لسه ما تحتاج الان؟ فبعد التاكد ان اتضح انه هذا المبلغ وقدره مليون ريال، اسمعوني جيدا، وقدره مليون ريال، في حالة انه يعني صاحب هذا المبلغ يقول لنا انه هو يحتاج يعني جزء من هذا المبلغ ربع مية الف ريال، اسمعوني جيدا، ربع مية الف ريال يحتاجها بعد مرور فترة 5 اشهر مثلا، ويحتاج بقية المبلغ بعد مرور تقريب سنة، 600 الف ريال بعد مرور 12 شهر. فهنا باستطاعة البنك، وعليك السلام ورحمة الله، باستطاعة البنك ان يقترح ماذا؟ ان يقترح أن يحول هذا المبلغ إلى وديعتين، وديعة أولى وديعة ثانية. الوديعة الأولى تكون المبلغ تبعها بربع مية ألف ريال والوديعة الثانية بستمية ألف ريال. يعني ماذا نفهم من هذا الخلال هذا المثال؟ أن الودائع بإمكاننا أن نصدرها بقيم إسمية مختلفة، يعني ليس مثل يعني السندات أو الصكوك التي تصدر بإذن بقيمة إسمية موحدة، يعني هناك قيمة إسمية واحدة فقط، يمكن تكون القيمة الإسمية هذه مثلا 10 ريال، 100 ريال، 1000 ريال. يعني هناك سندات تصل قيمتها الإسمية إلى مليون ريال، ولكن هذه القيم الإسمية مالها كلها موحدة. لما يتعلق الأمر بالودائع، يعني الودائع جرت العادة على حسب حاجة الشخص نقوم ب يعني وضعها في وديعة. فيعني الوديعة يمكن تكون الشخص هذا اقترحنا عليه وديعتين، وديعة ب400 ألف ريال و ب600 ألف ريال، بالإضافة إلى ذلك الوديعة الأولى سوف نتركها لفترة 4 أشهر، وبينما الوديعة الثانية سوف نتركها لمدة مثلا 360 يوم. ففي كلا الحالتين يعني نحكي على سنة أو أقل، ونلاحظ ماذا؟ أن هذه الودائع بإمكاننا أن نصدرها بقيم إسمية مختلفة وبمدد كذلك مختلفة، على عكس يعني السندات والصكوك فدائما وأبدا يعني يتم إصدارها بقيم إسمية موحدة. بالطبع لما نقول أنا ديروا بالكم الآن من هذا السؤال، يعني لو نرتب حسب العائد، يعني في عندك ماذا؟ في عندي أذنات خزينة وفي أوراق تجارية وفي كذلك ودائع، من الأقل مخاطرة والأقل عائد لمن في الثلاثة هذا؟ لمن أقل مخاطرة وأقل عائد؟ very good، يعني ديروا بالكم أذنات الخزينة هي الأقل عائد ومخاطرة. من يليها بعد ذلك في الترتيب؟ من يليها في الترتيب؟ من يليها في الترتيب؟ هل سوف نجد الوداعة أو الأوراق التجارية؟ very good، ممتاز. لا ديروا بالكم، يعني الأخت معاد يعني إجابتها صح، قالت يعني سوف نجد بعد ذلك مباشرة بعد أذنات الخزينة سوف نجد شهادات الإيداع، ثم بعد ذلك يأتي ماذا؟ تأتي الشركات التي تصدر الأوراق التجارية. فنحذر من هذا السؤال دائما وأبدا، أنه أقل مخاطرة وأقل عائد هي لأذنات الخزينة، يليه بعد ذلك الوداع أو شهادات الإيداع، ثم الأوراق التجارية. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالسوق النقدي. عندما ننتقل إلى سوق رأس المال، في سوق رأس المال سوف نجد أول شيء يعترضنا هي السندات الحكومية. فديروا بالكم السندات الحكومية في سوق رأس المال هي تكون أقل العائد وكذلك أقل مخاطرة، ولكن تظل هذه السندات منها أعلى من حيث مخاطرتها ومن حيث يعني عائدها من الأوراق التي يتم إصدارها في السوق النقدي. فديروا بالنا يعني السوق النقدي هذا ترتيبه، أذنات خزينة ثم شهادات إيداع ثم أوراق تجارية، خلاص احنا خلصنا من السوق النقدي. فبعد ذلك مباشرة ننتقل أول شيء أقل مخاطرة يعني هو للسندات الحكومية، ثم بعد ذلك تأتي سندات الشركات، ثم بعد ذلك تأتي يعني الأوراق، تأتي يعني الأسهم الممتازة، وننتهي في الأخير بالأسهم العادية. فديروا بالكم، احتفظوا جيدا بهذا الترتيب. لو طلب منا وأعطينا يعني أوراق مالية مختلفة وطلب منا الترتيب، يعني رتب من أقل مخاطرة إلى الأعلى وهو نفس الشيء من أقل عائد إلى الأعلى، فدير بأن أول شيء مخاطرة أدنى وعائد أدنى أذنات خزينة، شهادات إيداع، أوراق تجارية، ثم ننتقل الحين إلى سندات حكومية، سندات شركات،
أسهم ممتازة، ثم في الأخير أسهم عادية. احتفظوا جيدا بهذا الترتيب، لأن هذا الترتيب يعني مهم جدا لي يعني فهم العلاقات بين العائد والمخاطرة. الآن ننتقل إلى المحاضرة يعني العرض المرئي 14، وفيه يعني يبدأ بماذا يعني تكملة ما كنا شفنا في السابق، ما يسمى بسندات القبول المصرفية. سندات القبول المصرفية، ماذا يقصد بسندات القبول المصرفية؟ دير بالكم هي دائما وأبدا يعني شيء أقل من يعني سنة، هي أقل من سنة. وهي عبارة عن ماذا؟ يعني أحد الشركات، أحد الشركات تتوجه الآن إلى أحد الموردين، يعني واحد يبيع في موت أولية فتشتري من عنده. ففي بعض الأحيان يريد يعني يريد هذا المورد يريد ضمانات، يريد ضمانات. فبإمكانه الشركة أن يعني تقوم بإصدار سندات قبول مصرفية، وهذه السندات سوف يقوم ب يعني سوف يضع طبع أحد البنوك اسمها على هذه السندات، والهدف من ذلك أنه يعني البنك سوف يكون يعني الضامن في أن الشركة سوف تسدد مستحقاتها تجاه يعني تجاه المورد. هل فهمين ولا لا؟ يعني سندات القبول المصرفية يعني هي شركة وباتفاق مع البنك يقوم البنك بإصدار هذه السندات وتسمى بسندات قبول المصرفية، وسوف نضع على هذه السندات الضامن. من هو الضامن يعني في السداد عند توريخ الاستحقاق؟ هو البنك. يعني الآن أصبح الذي يعني الشركة التي سوف تبيعنا المواد الأولية يعني سوف تحصل على سندات، وهذه السندات من سوف تضمنها؟ يضمنها هو البنك. بالطبع يعني في هذه الحالة البنك سوف يحصل على عمولة لا غير، مقابل أنه سوف يضمن هذه السندات التي يعني تسمى بقبول المصرفية التي تم يعني إصدارها. نجي الأقراض الداخلي بين البنوك. ماذا يقصد بالأقراض الداخلي بين البنوك؟ أنا بعطيكم يعني حالتين على السريع لكي نفهم جيدا ماذا يقصد به يعني ماذا يقصد بها. تابعوني جيدا. انه يعني مثلا ياتي اليوم من مصرف الرشوي، مصرف الرشوي تفاجأ في الصباح بأن احد عملائه قام بتسجيل اصول في الولايات المتحدة الامريكية، يعني بيع اصول، يمتلك عقارة باعها وقام بتحويل المبالغ فجأة الى وين؟ الى يعني مصرف الرشوي. فمصرف الرشوي سوف يتفاجأ بأن هناك كم من السيولة دخلت الى البنك، يمكن ان نجد تماما يعني عملية معاكسة في يعني أحد البنوك الأخرى، مثلا في بنك يعني سامبا. ما هي هذه العملية؟ يعني أحد الأشخاص له سنوات يوجد لديه مبلغ وقدره مثلا خلينا نقول يعني مليار ريال، له أشهر أو له سنوات ولم يسأل عن هذا المبلغ. إجا في الصباح للبنك سامبا قال شوف جهزوا لي المبلغ، أنا سوف أسحبه في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر. بالطبع يعني سامبا لم يكن مستعد أن يوفر ذلك المبلغ، والرشحي لم يكن كذلك مستعد أن يتقبل ذلك المبلغ الضخم. فدائما وأبدا ماذا يقصد بالقرار الداخلي بين البنوك؟ يعني عندما يكون هناك فائض لدى أحد البنوك وهذا الفائض لا يحتاجه اليوم، مقابل ذلك يوجد لدى بنك ثاني لديه عجز ظرفي ويريد أن يحل مشكلة اليوم، فجرت العادة أن يلتقيان يعني كلا البنكين في السوق النقدي، ويتم يعني انتقال هذه الأموال من البنك الذي لديه فائض نحو البنك الذي لديه عجز. وبالطبع هذا يكون عن طريق يعني تأمين نسبة فائدة معينة، وهذه نسبة الفائدة معينة وتسمى ب يعني نسبة الاقراض الداخلي بين البنوك. أتمنى إن شاء الله يكون الشرح واضح يعني لكم إن شاء الله. الله يبارك فيكم. ننتقل الآن إلى أدوات سوق رأس المال. يعني هذه كذلك يعني دائما نسأل عليها. لما أقول سندات حكومية منها متوسطة الأجل، احنا دائما وأبدا جرت العادة لما نقول يعني متوسطة الأجل
يعني نقول سنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، هذا المتوسط الأجل. وفوق 5 سنوات نعتبره إيش؟ طويل الأجل. ولكن الوضع مختلف لما يتعلق بالسندات الحكومية. نعتبر السندات الحكومية أن متوسطة الأجل يعني كل إصدار يكون 10 سنوات أو أقل. دير بالك، ليس 5 سنوات أو أقل، وإنما 10 سنوات أو أقل، وليس أقل من 10 سنوات. فعندما نقول سندات حكومية متوسطة الأجل يقصد بها بالضبط 10 سنوات أو أقل. يعني لو أعطينا خيارات متعددة وقلنا السندات الحكومية متوسطة الأجل هي أكثر من 10 سنوات، أو قلنا يعني أكثر من 5 سنوات، أو قلنا بين 3 سنوات وخمس سنوات، أو قلنا يعني الخيار الرابع 10 سنوات أو أقل، بالطبع ما هو الخيار الصح؟ يعني بالطبع سوف يكون الخيار الأخير. عكس ذلك تماما لما نقول يعني سندات حكومية طويلة الأجل، فكيف تكون يعني طويلة الأجل؟ 10 سنوات أو أكثر، ولا أكثر من 10 سنوات مباشرة؟ أكثر من 10 سنوات. شوف دير بالك من هذه النقطة، يعني سندات حكومية طويلة الأجل أكثر من 10 سنوات، وبينما السندات الحكومية يعني متوسط الأجل 10 سنوات أو أقل. Very good. نفس الشيء، لاحظوا شيء، أنه دائما وأبدا لما يتعلق الأمر بإصدارات من الحكومة يعني دائما هناك إقبال، دائما هناك إقبال. فالحكومة يعني يجب عليها أن تجد آلية لإرضاء من؟ لإرضاء يعني العملاء، يعني كيف سوف يعني ترضي العملاء فيما يتعلق بأنها تقبل الحكومة وتبيعهم هذه السندات. جرت العادة دائما وأبدا نتفق على شيء، أنه لما يتعلق الأمر بالسندات فإنه المبلغ الذي يستحق عند تاريخ الاستحقاق عند انتهاء القرض هو القيمة الإسمية. هو إيش؟ القيمة الإسمية. نتفق الآن على نسبة الفائدة. نتفق الآن على نسبة الفائدة. Very good. نسبة الفائدة، تابعوني جيدا، مؤخرا لما يعني الحكومة السعودية قامت بإصدار سندات ويعني يعني وصكوك على مستوى العالم، على مستوى العالم، ف يعني لأن السعودية تحظى بسمعة عالية جدا، فمن المفترض أن السعودية يعني لما سمح لها البنك العالمي بإصدار يعني هذه السندات الحكومية، فكان بمعدل، تابعوني جيدا، هناك دائما وأبدا يعني شيء اسمه أساس، يعني بنش مارك نعتمده. إيش كان هذا البنش مارك الذي سوف نعتمده؟ البنش مارك هذا كان يعني متوسط العقود المبادلة، متوسط نسبة الفائدة على العقود المبادلة. هذا مصطلح دائما وأبدا نستخدم، متوسط يعني الفائدة على عقود المبادل، هذا نستخدمه ك يعني يعني رقم مرجعي أو كنسبة مرجعية من خلالها تبدأ كذا. بالنسبة للسعودية وضعوا قال يعني من المفترض أنه بالإضافة هذا المتوسط أنه سوف يكون هناك يعني يعني بلس، يعني ما نعبر عنه علاوة، العلاوة هذه على أساس أنها تكون بين 1.5 و بين 1.2 و1.5. ولكن تمكنت السعودية من ماذا؟ أنها يعني تصدر هذه الصكوك أو تصدر هذه السندات، يعني عوض أنها تكون يعني في المتوسط عقود المبادلة زائد يعني علاوة منحصرة بين 1.2 إلى 1.5، تمكنت السعودية بأنها يعني تصدر هذه السندات والسندات الدولارية العالمية بمتوسط يعني عقود المبادلة زائد 0.9 فقط. لماذا؟ لأن الحكومة تحظى بملاءة مالية، يعني تحظى بملاءة مالية قوية جدا، وصار هناك إقبال قوي جدا على السندات الحكومية السعودية، مما خلق تنافس بين الأطراف، يعني الذين لهم كانت ذات تلك الرغبة لشراء هذه السندات الحكومية. وبالطبع هذا يسمى بمصطلح المزايدة التنافسية. يعني كيف ذلك؟
أن تأتي أحد الجهات وتقول أنا مستعدة أنني أشتري السندات الحكومية السعودية يعني علاوة فقط 0.9، وهناك من قال بعلاوة 1.2، وهناك من قال ب1.1. فبالطبع على من لمن سوف تباع هذه الإصدارات الجديدة؟ لمن يقترح أن نفقد الفائدة الأقل، وهذه تسمى بالمزايدة التنافسية. واضحة إن شاء الله بإذن الله تعالى. Very good. ننتقل الآن إلى يعني إلى سندات الشركات. سندات الشركات هي في حقيقة الأمر تبدأ من يعني الأخت أليج، على ما أعتقد إذا كان اسمها أبو حمدي. أيوة إيه ماذا تريدين يعني 0.9؟ إيش ما فهمت ولا إيه؟ شفت هذا دائما الآن بعطيك شيء. ايه شو ذا، هي فقط انا للتوضيح لا غير، ولكن كانك الان لو رحت الى احد البنوك ورغبت في انك تقترضين معي، فدائما وابدا البنوك ماذا سوف تقول لك؟ انه يعني نسبه الفائده سوف تكون السايبر بلس مثلا 2%. السايبر كم وصل الحين؟ وصل 3%. وكم يعني خلينا نقول هامش ربح البنك حيكون 2%. فيش البنك يبلغك ويقول لك انه يعني نسبة القرض او نسبة الفائدة على القرض سوف تكون بحوالي 5%. فدائما وابدا جرت العادة لازم يقول لنا هناك رقم مرجعي، رقم اساس موحد بين جميع البنوك، وفالرقم الموحد بين جميعه هو فقط يعني للمعلومة لا غير، يعني ليس له علاقة باختباركم وانما للمعلومة فقط. كل دول العالم تبنى يعني عقودها يعني العقود السندات الدولية تبنى على هذا الأساس، أن هناك متوسط لنسبة الفائدة بين يعني عقود المبادلة. أي نعم، هذا فيرجود يعني الأساس هو السايبر المرجعي، نفس الشيء. شفت الأساس هو السايبر وهو نفس الشيء يسمى بالمرجعي، وهامش وهناك هامش ربح البنك، علاوة يعني البنك، فعلاوة البنك في العادة تكون يعني مثلا 2% 1.5% وهكذا يعني. ننتقل الآن إلى يعني سندات الشركات. فسندات الشركات في العادة يعني تكون لفترة 5 سنوات أو أكثر. نتفق أنه دائما وأبدا السندات يعني ليس يعني كل شخص أو كل شركة تستطيع أنها تقوم بإصدار هذه السندات، وإنما فقط يعني هي السندات التي تحظى بصنعة عالية جدا، وإنما فقط عفوا الشركات التي تحظى بصنعة عالية جدا. وبنفس الطريقة يعني تكون هناك يعني يوم تاريخ الاستحقاق تستحق القيمة الاسمية، وهذه السندات يعني تولد فوائد، والفوائد يعني دير بالكم يعني جرت العادة سندات شركات أو سندات الحكومية جرت العادة أنها توزع مرتين في السنة وليس مرة واحدة فقط، وليست ربع سنوية. المتعارف في جميع الأسواق المالية أنه السندات يعني تعطي مستحقات فوائد تعطيها مرتين خلال السنة، يعني كل 6 أشهر يحصلون على سندات. هناك نوعين من السندات، هناك السندات العادية وهناك سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، وهناك سندات قابلة للتحويل إلى أسهم. السندات قابلة للتحويل إلى أسهم هل هي ميزة ولا ما هي ميزة؟ هل نعتبرها ميزة ولا لا؟ فيرجود هي ميزة، يعني ميزة لدى من؟ قال والله لدى الطرفين، يعني نفس الشيء أنا بالنسبة لي كحامل سند أنا سوف أمتلك. فيرجود يعني هذا ما الذي أردنا أن نقوله، يعني هناك نوعية من السندات يعني إن رغبة، بطبع هي فيها شوية شروط وكذا، الرغبة يعني صاحبها وخاصة لما الشركة تبدأ تتعثر شوي فبإمكانه صاحب السند أن يصبح يعني مالك داخل هذه الشركة، وبذلك بتحويل سنده إلى يعني أسهم. عندما نضيف هذه الميزة ديروا بالكم من هذا السؤال، فدائما وأبدا السندات العادية سوف تكون نسبة الفائدة عليها أعلى من السندات التي فيها الخيار هذا أنها يمكن أنها تصبح
يعني تتحول إلى سهم. يعني إذا كان السندات العادية نسبة الفائدة عليها 5%، فسوف نحصل السندات التي يمكن أن تتحول إلى أسهم إلى مثلا 3.5%. فديروا بالكم يعني أنه يعني معدل الفائدة على السندات القابلة للتحويل إلى يعني إلى أسهم تكون أقل من معدل الفائدة على السندات العادية. نيجي الآن إلى الصكوك. الصكوك بالطبع يعني هذا يعني بحر مجال يعني عملاق، وبالطبع هناك توجه كبير جدا يعني للتمويل الإسلامي في يومنا هذا، وخاصة يعني هناك توجه من قبل المملكة ومن قبل دول الخليج إلى يعني الاهتمام بالتمويل الإسلامي. ويكفي أن نذكر رقم يعني مؤخرا أنه تقريبا 70% من يعني الأصول المدارة من قبل يعني البنوك هي يعني أصول يعني خلينا نقول تتبع إلى يعني إلى المصارف الإسلامية. فصار هناك اهتمام كبير جدا بالصكوك، والصكوك بالطبع يمكن إصدارها من قبل الشركات فقط ولا يمكن حتى الحكومة تقوم بإصدار صكوك؟ أين حتى الحكومة تقوم بإصدار الصكوك؟ هل الصكوك يعني يمكن إصداره لفترات أقل من سنة أم لا؟ ولا لازم يعني فوق السنة؟ بسرعة. يعني ديروا بالنا يعني فيما يتعلق بهذا السؤال، فالصكوك توجد الآن صكوك لستة أشهر وتوجد صكوك لخمسة وعشرين سنة. يعني لاحظوا توجد صكوك لستة أشهر فقط وثلاثة أشهر توجد صكوك لخمسة وعشرين سنة. يعني الميزة الموجودة في الصكوك أنها يتم إصدارها حسب احتياجات الجهة المصدرة لهذه الصكوك. ففي بعض الأحيان توجد مثلا حكومات مثل ماليزيا تقوم ب يعني إصدار صكوك قصيرة الأجل لكي تلعب ذلك دور مدى أذونات الخزينة. ولكن خلينا نقول يعني المبدأ الأعلى للصكوك هي أنها لازم تكون متوافقة مع الشريعة. هناك نوعين من الصكوك، هناك يعني أصول يعني صكوك مستمدة من أصول محددة ويجوز تداولها، وإلا توجد كذلك يعني صكوك قائمة على دين ولا يجوز تداولها. هذا النوع الثاني من الصكوك القائمة على الدين، يعني هذه الصكوك شبيهة جدا بإيش بالسندات الربوية، ولكن يعني تم الإدخال عليها بعض التغييرات وبعض التعديلات لكي تكون يعني الصكوك هذه متوافقة مع الشريعة، ولكن البارز فيها أنها لا يجوز تداولها. نوعي هذا من الصكوك لأنها قريبة جدا من ماذا؟ من السندات الربوية، وهي تكون قائمة على دين. نجي إلى ندخل الحين العرض المرئي رقم 15. هناك مصطلح يسمى بالتسكيت، هناك مصطلح يسمى بالتسكيت. ماذا يقصد بالتسكيت؟ التسكيت يعني بعطيكم مثال سهل على الآخر ومنه ننطلق معي، انه السندات العقاريه حاليا الريت اكيد جدا يعني سمعتوا بها، يعني في سوق المال السعودي حاليا يوجد 15 صندوق عقاري ريت. كيف طريقتها؟ ان تقوم يعني مجموعه من الاشخاص يعني بشراء اصول، وبعد ذلك هذه الاصول يعني يتم بالطبع يعني تقييمها من قبل الخبراء معي. والحين مثلا هيئة سوق المال تشترط أن مجموعة الأصول التي نجمعها هذه لا تقل عن 500 مليون ريال، يعني نصف مليار، لا تقل عن نصف مليار. بعد ذلك يعني بمجرد أننا انتهينا من تجميع هذه الأصول، وبعد يعني التأكد من سعرها والتأكد أن المبالغ هذه يعني حقيقية من قبل يعني خبراء وتعكس يعني هذه الأصول، الأصول يعني فعليا موجودة، ننتقل الآن إلى ما يسمى بعملية التسكيت. يعني إيش عملية التسكيت؟ يعني كأنه واحد يقول لا والله أنا الحين يعني كنت مشتري أرض والحين الأرض بنيت عليها بيت، أي أنا الحين أنا أريد سقف جديد، والسقف الجديد ماذا يثبت لي؟ يثبت لي أنني لا أمتلك أرض فقط وإنما أمتلك أرض
وأمتلك كذلك عقار على هذه الأرض. فهنا تسمى بعملية التسقيط. فعملية التسقيط يعني في الصناديق العقارية بعد ما جمعنا كل هذه الأشياء نحن نقوم ب يعني مثلا كم المبلغ 500 مليون ريال، فسوف نقسم هذا المبلغ يعني 500 تقسيم على مثلا 10، فسوف تعطينا مثلا ما قدر 50 خلينا نقول مليار وحدة، فهذه الوحدات سوف تباع وقيمة الوحدة بكم؟ بعشرة ريال. هذا ما تسمى بعملية التسقيط، يعني تكون عقار وسوف نحول هذا العقار إلى أوراق مالية. فالعملية هذه تسمى بعملية توريق أو التسقيط أو التسنيد، كلها تعني نفس العبارات. فجرك عادة لا فقط يعني هم يعني شفت احنا يعني لما نتكلم عن حقوق السوق المالي السعودي، لانه يتم اصدار يعني الوحدات كلها بنفس القيمه الاسميه لا غير. يعني لما تدخل الحين على الصناديق الريت فسوف تجد يعني الاساس لكي يتم المقارنه بين صندوق وصندوق اخر كل تجد يعني بنيت يعني هذه الوحدات على انه على 10 ريال، ومنها تم السعر يزيد او السعر ينقص على 10 ريال. فقط يعني هذه الأشياء يعني تحددها هيئة سوق المال ولا يحددها طرف آخر. ولكن شفت هذا احنا أردنا أن نفهم ماذا أردنا أن نفهم شيء اسمه عملية، ماذا يقصد بعملية التسقيط. نجي الآن إلى السوق الإسلامية في حد ذاتها. السوق الإسلامية إما أننا يوجد لدينا حق مشاع أو يوجد لدينا ما يسمى بمنافع. يعني ماذا يقصد بمنافع؟ بمنافع قال الله يا أخي مثلا هذه الشركة تم تمويل عن طريق صكوك، وتم تمويل عن طريق يعني مثلا سندات ربوية، وتم تمويل عن طريق أسهم، ويعني هناك جملة من المصادر التمويلية استخدمت وهل استخدمت يعني لتمويل هذا العقار. فبالطبع أنا لا أمتلك شيئا بعينه، وإنما أنا أمتلك يعني حق المنفعة، يعني أنا من حقي أنني أنتفع بهذا العقار ومثل مثل بقية الأطراف الأخرى. Very good. بعد ذلك يعني اتفقنا أنه الصكوك يتم يعني إصدارها بوثائق يعني ليس بالضرورة تكون متساوية لمتساوية. ماذا قلنا؟ كيف تكون هذه الوثائق متساوية لغير متساوية؟ إيه Very good. ممتاز أختار ليش؟ يعني لازم تكون متساوية عند الإصدار. ناتي الآن أنا أريد يعني مثل عادة أنا أريد على السريع أني أفهم ماذا يعني يقصد بهذه الصكوك. أبرز مثال نستخدمه نحن في الصكوك ما هو؟ أنه تأتي يعني شركة الطيران، والشركة هذه تمتلك مثلا يعني أسطول تاع طائرات في 9 طائرات، وترغب في أن تقتني طائرة رقم 10، والطائرة هذه رقم 10 تريد أن تكون عن طريق يعني إصدار صكوك. فالميزة الموجودة لو أنا أريد أني أصدرها لو أريد أني أشتري هذه الطائرة عن طريق السندات، فأقصى شيء يمكن أنني أحصل عليه هو قرض يعني سندات 10 سنوات، لا يمكنني الحصول على يعني فترة طويلة. بينما لما يتعلق الأمر بالصكوك فبإمكاني أن يكون نفس فترة يعني استخدام هذه الطائرة يساوي نفس مدة الصكوك. فجرت العادة أننا نقوم يعني خاصة اشتهرت كثيرا هذه النوعية من الصكوك وتسمى يعني بصكوك الإيجار، أننا مثلا نشتري طائرة والطائرة هذه يتم تمويلها بالكامل عن طريق الصكوك، ويتم يعني الاتفاق على نسبة معينة من الإيجار. وبالطبع الميزة ما هي؟ أن حاملي الصكوك هم يمتلكون الحين حصة شائعة، يعني إذا كان بعد ما مرت سنة أو سنتين أو ثلاثة وهناك تعثر من قبل الشركة في سداد يعني مستحقات الإيجار لحاملي الصكوك، وتبين أن هناك إهمال من قبل شركة الطيران، أو هناك تعثر من قبل شركة الطيران، أو هناك لأي سبب من الأسباب، فهم لهم الحق أن يطالبون بيعني حصتهم الشائعة، ولهم الحق في أنهم يسحبون هذه الطائرة وإما يبيعونها أو يؤجرونها إلى يعني شركة طيران أخرى. هذا ما يعني الصكوك دائما وأبدا من ناحية الشرعية
أول شيء هناك تبادل النقود مقابل الأصول، يعني ليس هناك ربا وإنما ربح. أي بالطبع، يعني شركة الطيران هي التي، يعني شفت الآن صكوك الإيجار منتهي بالتمليك، على أساس أنه شركة هذا الطيران سوف تستخدم الطائرة لفترة مثلا 20 سنة يعني تأجرها، وبعد ذلك تنتهي بنظام يعني يعني كل نفس كله شبيه البعض. ولكن الفرق بينهما انه يعني لما نقول صكوك دائما وابدا نقول هناك حصه شائعه، نقول يعني هناك مشاركه في الربح والمخاطره، ويعني ليس هناك ربا يعني، والاصول يتم استثمارها فيما تكون متوافقه مع الشريعه. كل هذه الاشياء يعني هي تتعلق بايش؟ يعني بالصكوك. نيجي الآن إلى المخاطر، نيجي الآن إلى المخاطر معي. فلما نأتي إلى المخاطر فنقول أن عوائد الصكوك هي ليست التزام في ذمة المصدر. يعني إيش عوائد الصكوك ليست التزام في ذمة المصدر؟ ويعني على أساس أنه من المفترض أن العوائد هذه سوف نجنيها. متى؟ قال سوف نجنيها عندما هذه يستغل مثلا هذه الطائرة وتحقق أرباح، ومن خلال هذه الأرباح التي سوف نحققها سوف نقوم بسداد مبالغ الإيجار معي. هذا يعني ليس بالضرورة نفس الشيء لما يتعلق الأمر بالسندات. يعني في بعض الأحيان نحن نقترض قرض، والقرض هذا يولد لنا إيرادات مثلا شهرية ما قيمتها فرضا مثلا 200,000 ريال، في حين أننا التعهدات تبعنا تصل إلى 300,000 ريال. فلما تصل التعهدات إلى 300,000 ريال، يعني في هذه الحالة الشركة مجبرة أنها تقتطع مبالغ من جهة أخرى لكي تسدد يعني مستحقات هذا الدين. هذا يعني أبرز الفوارق التي يمكن حصلها بين يعني بين الصكوك يعني والسندات. بطبع لما نحكي على الصكوك كذلك يعني في مقارنة مع الأسهم، الصكوك بشكل عام هي ورقة مالية قليلة المخاطر، بينما الأسهم يعني ورقة مالية ذات مخاطر عالية. فديروا بالنا يعني يستحيل دائما وأبدا تذكروا هذا الشيء، أنه الأسهم المخاطر تبعها مالها؟ قال دائما وأبدا مخاطر الأسهم هي الأعلى شيء، والعائد متاع الأسهم هو أعلى شيء، يعني لا يقارن بأي منتج آمن أو بأي أداة استثمارية أخرى. بارجوت الصكوك معروف عنها أنها إيش؟ أنها يعني أداة تمويل خارج الميزانية وليس داخل الميزانية. يعني كيف ذلك؟ يعني لأنها تعتبر أداة دين فلا تظهر ضمن المركز المالي، وإنما دائما وأبدا يتم تسجيلها يعني تحت المركز المالي، يعني خارج الميزانية وليس داخله. نرجع الآن إلى يعني إلى مصطلح كذلك يعني الأسهم مر علينا. يعني الآن درسنا ماذا؟ يعني أدوات السوق النقدي، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى أدوات يعني رأس المال، فدرسنا السندات والصكوك، ثم يعني وصلنا الآن إلى ماذا بقي؟ بقيت الأسهم العادية والأسهم الممتازة. بقيت الأسهم العادية والأسهم الممتازة. فالأسهم طبعا فيها نوعين، الأسهم العادية يعني هي التي تحقق أعلى ربح وكذلك تتحمل أعلى مخاطرة. بطبع لماذا نستثمر نحن في الأسهم العادية؟ لأننا يعني نذكر منذ بداية المحاضرات أننا نرغب في حصول على يعني ربح رأس مالي. يعني أنا اشتريت السهم بمئة ريال، أنا أرغب أنه بعد مرور سنة أن يكون هذا الربح ينتقل من 100 ريال إلى 120 ريال، وفي مقابل ذلك أنا أرغب أنه أحصل على توزيعات. فدائما وأبدا الذي يعني تذكرون المثال ولا تنسوه، المثال اللي يحكي على العائد خلال فترة الاحتفاظ، وتذكرون أنه يعني ذكرنا في أحد المرات أنه أحد الأشخاص اشترى يعني للسهم ب يعني 50 ريال، ثم ارتفع سعر السهم إلى 58 ريال، ثم بعد ذلك حصل خلال مدة الاحتفاظ على توزيعات بالريالين. فبالطبع يكون نسبة الفائدة يعني حسبناها نحن بهذه الطريقة، على أساس أنه يعني التدفق النقدي الأخير اللي هو
58 زائد 2 ناقص 50 على 50 كان أعطانا نسبة يعني عائد أو خلال فترة الاحتفاظ تساوي 20%. فمعروف يعني الذي يشتري أسهم هدفه الأول هو ماذا؟ إما أن يرتفع سعر السهم، يعني اشترى ب 100 يريد أن يصبح 120، وكذلك يرغب أن يقوم السهم بتوزيعات خلال يعني فترة الاحتفاظ. نأتي الآن إلى التفريق بين السهم الممتاز والسهم العادي. سبق لنا أن حكينا على الأسهم الممتازة، وأنا سوف أمر عليها الحين مرة الكرام، لأن الأسهم الممتازة كنا حكينا عليها في يعني اللقاء الحي الرابع، وكان يعني حكينا عن الأسهم الممتازة هي أداة هجينة، وهذه الأداة هجينة مالها؟ هي يعني جاية في الوسط بين السندات وبين الأسهم، فهي يعني لما نقول احنا جاية في الوسط بين السندات والأسهم، يعني تأخذ من بعض ميزات السندات وتأخذ من بعض ميزات الأسهم. أبرز شيء كنا حكينا عليه في المرة الماضية أنه ليس هناك، صحيح أن هناك نسبة فائدة ثابتة أو مبلغ مقطوع لحامل الأسهم الممتازة، ولكن أكبر ميزة موجودة فيه هل هناك التزامات دورية يعني ضرورية، وإلا هذه يعني يعني هل هناك التزامات للمستحقات المالية، وإلا ليست هناك التزامات دورية. أريد الإجابة عن هذا، هل هناك التزامات أم لا؟ ليس باركود الأخت معنا باركود، لا توجد التزامات. يعني على عكس السندات، السندات إذا كان أتى تاريخ الاستحقاق لا مفر منها، وبينما لما يأتي تاريخ الاستحقاق لا موجود هو تاريخ الاستحقاق أخت معنا، موجود تاريخ الاستحقاق للأسهم الممتازة، ولكن هذا التاريخ غير ملزم. يعني لما يأتي هذا التاريخ والشركة تجد نفسها أنها يعني لم تحقق أرباح، فباستطاعتها أنها لا توزع. لما يأتي تاريخ الاستحقاق وتجد أنه يعني الشركة حققت أرباح، ولكن ترى أن هذه الأرباح يفضل أنها يعني تستثمر في المشاريع للتوسع، فلها ذلك. فهذه الميزة التي كنا شفناها في حاملي الأسهم الممتازة، ديروا بالكم وردت عبارة عندكم، ديروا بالكم المساهم الممتاز، وكنا ذكرنا هذا مرارا وتكرارا، لا يحق له الحضور في الجمعيات العمومية، ولا يحق له اتخاذ والمشاركة في القرار، ولا يحق له الانتخاب. يعني حتى إذا كان حصلت في أحد المستندات أنه حاملي الأسهم الممتازة يحق لهم الانتخاب ويحق لهم التصويت في مجلس الإدارة، فدير بالكم هذا غير صحيح، وإنما هذا فقط يقتصر للمساهمين العاديون وليس للمساهم الممتاز. Very good. نعدي الآن إلى مليات Very good الاختباعات، يعني الذي ليس له أي تاريخ هو فقط الأسهم العادي لا غير. كذلك تعش شوف يعني احنا جرت العادة حتى الاسم الممتازة فرق، يعني فرق بين تقول لي يعني ماذا يقصد بتاريخ الاستحقاق الان؟ القصد بتاريخ الاستحقاق انه لا يوجد على اساس انه هذه السندات سوف يتم اطفاؤها او الاسم سوف يتم اطفاؤها في خلال 20 سنة. فجرت العادة حتى في الاسم الممتازة لا نحدد تاريخ الاطفاء، وانما انا دائما وابدا حكيت على تواريخ الاستحقاق، ويقصد بها هنا تواريخ الاستحقاق أن هناك يعني دفعات دورية سوف نستحقها سوف نستحقها مثل فوائد أو مثل يعني الأرباح المقطوعة. فديروا بالكم يعني هذا الذي قصدت به أنه تواريخ الاستحقاق قصدت بها أنه هل نستحق فائدة دورية أو لا نستحق. حصل يعني تقريبا الحين الوقت خلص، يعني سوف يمكن نقف على هذا المستوى إن شاء الله بإذن الله تعالى مباشرة، سوف نبدأ في المحاضرة القادمة في المحاضرة السادسة يعني عشر، فيها المحاضرة السادسة عشر يعني فيها كم هائل من المعلومات، وأنا كذلك يعني استعدت لهذه المحاضرة بكم هائل من الأسئلة، فأتمنى إن شاء الله يعني يكون حضور قوي يوم الاثنين القادم. و خلاص أنا من جهز تعرف في محاضرة ما فيها أسئلة كثيرة، ولكن إن شاء الله بإذن الله تعالى المحاضرة القادمة بدأت يعني فيها العديد من يعني الأسئلة إن شاء الله بإذن الله تعالى. يلا نراكم على خير، وشكرا على حضوركم اليوم، و
يعني نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.